وحدة اشتقنا والله اشتقنا، يا وحدة اشتقنا والله اشتقنا. الوحدة، الحب القديم الجديد. الوحدة إرث كروي مجيد. التاريخ وبدايات كرة القدم والماضي العتيد. مدرج عاشق لأعلى درجات الإخلاص والانتماء. سنوات أخيرة أعادت لنا وحدة زمان وحكايات الفرسان. حيثما كانوا فقد أصبحوا فرس رهان وكتيبة حمراء مرعبة لغيرها من الألوان. موسمان أخيران قدم فيها أبناء مكة مستويات ليست للنسيان، بل ستظل عالقة في الأذهان. موسم ماض اختتمه الفريق بوصوله للمركز السابع ب42 نقطة، ظن فيه بعضهم أنها فقاعة صابون وستنتهي، إلا أن ما نشاهده هذا الموسم يخالف كل المتشائمين ويتغلب على جل المتفائلين بموسم فرسان مكة. فبعد مرور 22 جولة حققوا 39 نقطة من 13 انتصارا. تغلبوا خلالها ذهابا وإيابا على الند التاريخي الاتحاد، وأذاقوا فيها الأمرين في كلا القسمين من الدوري لجارهم الأهلي، كما وقفوا بوجه حامل اللقب وخطفوا منه 3 نقاط ثمينة، ويتمسكون حاليا بمركز ثالث خلف الوصيف ب6 نقاط. مستويات تثبت أن العمل الذي تم في الموسم الماضي لم يكن مجرد صدفة أو تجربة، ويبقى على رجالات الوحدة المحافظة على هذه المكتسبات من أجل تحقيق حلم طال انتظاره لجماهير مكة العاشقة. يا وحدة والله.